مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم في الفقرة الاسبوعية علوم وتكنولوجيا. سفينة فيليب القلابة، هذه السفينة عند مشاهدتكم لها تظنون انها تغرق، لكن الامر العجيب التكنولوجي يغوص اغلب جسمها في اعماق البحر لاغراض بحثية، منها مراقبة الطقس وتأثيره على المحيط وارتفاع الامواج ودرجة حرارة المياه وكثافتها. هذه السفينة العملاقة عندما تصل لموقع البحث المراد يتم قلبها بزاوية 90 درجة، ومنذ بدأ تشغيلها في عام 1962 نجحت بإتمام 300 عملية بحثية. مجال جديد تستخدم فيه التقنيات الحديثة لتطوير طب الشيخوخة. صمم هذا الروبوت ليشخص ويعالج بعض الأمراض، وبالإضافة إلى توفير الرعاية للمسنين. ويقوم هذا الروبوت بتقديم وجبات طعام أو فتح عبوة من الماء أو طلب المساعدة في حال سقوط المريض، حيث تم اختبار الروبوت من قبل الباحثين، فيجلس أمام مكتب مجهز بثلاث شاشات وآلة تحكم، ويجلس أمامه باحث يتولى دور المريض. جزيرة ترينيداد البرازيلية التي يلتطم موج بحرها بصخورها، رصد فيها العلماء ظاهرة تلوث خطيرة، هذا اللون الأخضر وهو لذوبان المواد البلاستيكية مع جزيئات الصخور وانصهارها فيه، ظاهرة تلوث حرجة يصفها العلماء بالخطيرة، حين انصهرت النفايات البلاستيكية مع الصخر، ما يعد دليلا على أن التلوث وصل إلى جيولوجية الأرض بشكل عميق. جزيرة ترينيداد تعد موطناً أصيلاً للسلاحف الخضراء، وما حصل من تلوث قد يصيب الحياة الفطرية، ودراسات يقوم بها العلماء هناك لتجنب مزيد من التلوث الذي يقولون عنه بأنه إذا لم يعالج سيتفاقم ويكون بلا حل. دشنت هيئة البيئة فعاليات الاحتفال بساعة الأرض التي تصادف آخر يوم السبت من شهر مارس لكل عام. تضمن الحفل تدشين تعهد الإطفاء لجميع الأجهزة الكهربائية والأنوار غير الضرورية وتقديم عروض مرئية عن ساعة الأرض. نتابع معا هذا التقرير. ساعة الأرض حدث دولي يشارك فيه الملايين في أكثر من 160 دولة حول العالم، حدث واكبته سلطنة عمان باحتفال نظمته هيئة البيئة وتدعو فيه الجميع إلى إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية غير الضرورية لمدة ساعة في المساء. سلطنة عمان تبذل الكثير من الجهود البيئية للحفاظ على التوازن البيئي، وقد دشنت مؤخرا خططها الوطنية للحياد الصفري والتي ترمي من خلالها للوصول إلى مرحلة الحياد الصفري بحلول 2050، وهنا هذا جزء من كذلك مشاركة المنظمات الدولية ودعو دول وشعوب العالم ساعة الأرض. هدف الاحتفال بساعة الأرض إلى زيادة الوعي بالتغيير المناخي وسبل الحفاظ على الطاقة ومواجهة تحديات ظاهرة الاحتباس الحراري وحماية النظم البيئية والمناخية من التلوث والتدهور البيئي وتعزيز برامج وخطط ومبادرات ترشيد استهلاك الطاقة والكهرباء. نجتمع اليوم لنحتفل بساعة الأرض، نمنح الأرض ساعة، وترمز الستين دقيقة المشار إليها في شعار ساعة الأرض إلى تلك الدقائق التي يمكن أن تلهم العمل الجماعي التطوعي لحماية النظم البيئية الإيكولوجية ومجابهة التغيرات المناخية. احتفالية ساعة الأرض هذا العام جاءت تحت شعار امنح ساعة للأرض بقضاء 60 دقيقة في فعل أي شيء إيجابي لكوكب الأرض، من خلال تشجيع الأفراد والمجتمعات وملاك المنازل والشركات على إطفاء الأضواء والأجهزة الكهربائية والإلكترونية غير الضرورية من الساعة 8:30 حتى 9:30 مساء بحسب التوقيت المحلي لكل دولة من دول العالم. إبراهيم بن سالم الهادي، محافظة مسقط. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام فقرة علوم وتكنولوجيا.